مرحبا مشاهدينا الأكارم. مكافحة الفساد عنوان براق لواقع قاتم السواد. فالفساد هنا محيط والحيتان كثيرة، وكلما ارتفعت وتيرة الملاحقات ظهرت طرق جديدة واحتيالات غير مسبوقة يتفنن بها الفاسدون للاستحواذ على مقدرات العراقيين، وهذا ما قد يجعل العراق البلد الأكثر فسادا بالنسبة لمحيطه الإقليمي، وقد يتعدى ذلك للمنافسة دوليا، لأن الفساد هنا سياسي ومتجذر بين أصحاب القرار. ابقوا معنا. مرة ثانية حياكم الله مشاهدينا الأكارم، نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة. السيد غالب الدعمي باحث وأكاديمي، دكتور الدعمي مرحبا بك ضيف عزيز. مرحبا. نرحب أيضا بالدكتور مصدق عادل خبير الشأن القانوني. حياك الله دكتور عادل، مرحبا بك. أرجع أكرر تحية وترحيب الدكتور غالب الدعمي. دكتور، يعني ما أعرف، الكل تتحدث عن الفساد وضرورة تهجيم الفساد، والكل تتحدث عن ضرورة استئصال الفساد ومكافحة الفساد. باختصار، هو من الفاسد دكتور؟ الذين يتحدثون بمكافحة الفساد بعضهم هو يمارس الفساد ويروح يروح كبير، يعني أمامي مشاهد الآن من قلت بعض، من حين قلت بعض الذين يتحدثون، أنا متأكد برزت أمامك صورة بعض الشخصيات حزبية نيابية حكومية كما لضيفك الكريم دكتور مصدق. بمعنى أنه حالة الفساد بعضهم يتقمص دور الشرف وهو غير شريف، وحقيقة أسماء كبيرة ومعروفة. يعني أنا أسأل سؤال الجميع، أقول الذي امتلك بالصدفة انتقل من حال إلى حال، شنو الانتقال؟ شنو اللي كان يعني وشون صار؟ حينما كان موظف في دائرة بسيط، حينما كان منتسب أمن، حينما كان ضابط صغير، حينما كان مسؤول يعمل في سوق يعني بالكاد يمشي حاله، فجأة انتقلت صار من أصحاب المليارات. احنا نقول في عالم الإعلام انه هناك قصة جعلت هذا الشخص ينتقل، هسه يعني حصل على ميراث كذا، لابد اكو قصة. يفترض نحن نبحث في هذه القصة. القانون في العراق إذا هذا الشخص مكلف يعني موظف دولة يشمل القانون المساءلة بالتضخم العمال، إذا لا ما مكلف ماكو قانون يجيز لك أنه تحاسبه باعتباره قطاع خاص وامتلك المال، إلا إذا كان متورطا مع قضايا أخرى في عمل بالدولة. زين، هسه على ذكر الصورة النمطية اللي تحدثت عنها قبل شوية، تقول يتولد بالذهن وكذا، ليش دائما ما عندما تتحدث عن الفساد يلصق معها، أما ذهنيا أو يتم الحديث عن الموضوع شفهيا، رأسا يلصق بالفساد السياسة؟ ليش سياسة يعني فساد، فساد يعني سياسة؟ يعني هو شوف أستاذ سيف، المشهد السياسي بعد 2003 تحديدا، طبعا من احنا نقول مشهد سياسي فاسد بعد 2003 لا يعني ان قبل 2003 مو فاسد، لا كان الامر محدود بيد عائلة يعني نعم نظام جمهوري، لكن بعتقد ملكة كانت، كل شيء مسيطر عليه، يخضع لشخص واحد. نعم. وكان محدد، الان لا، توزع. ملوك الفساد كثر، وزراء الفساد كثر، زعماء الفساد كثر. وصلت ايضا دخلت قضية المال المجهول، هذا بدعة يعني ينسبوها لبعض الفقهاء، اعتقد يعني فقط الذي يريد ان يفسد يجد مبرر لفساده فيبدا يقول هذا فساد وهذا مش مال الدولة، مال مجهول المالك، والنفط مجهول المالك، والبنوك مجهولة المالك، اخذ ما تشاء من هذا. وفق هذه الرؤية اصبح رئيس الوزراء أو الوزير هو مثل الحاكم الشرعي، يعطي من يشاء ويأخذ من مما يشاء ويهب مما يشاء، وأصبحت حالة الفساد وكأنه ثقافة عامة لكل مسؤول له الحق في السرقة، ويبدو لي حتى في توزيع الوزارات. لماذا يعني يصير صراع بينهم على وزارة التجارة، على وزارة الداخلية، على وزارة العدل، على وزارة كذا؟ لماذا؟ أكيد بها موارد.
اليوم لا توجد وزارة عراقية بدون موارد، وزارة العمل، وزارة كذا كذا، وبالتالي شوف الوزير يطلع منها وإذا هو عنده شركة كبرى وأموال هائلة و... لا تصدق بمن بعد؟ صعب جدا. يعني حتى الجهات الرقابية اللي عندنا تعمل، احنا لدينا جهتان رقابيتان مسؤولتان عن هذا الملف، هي ديوان الرقابة الكاشف ما يحقق بس يكشف، هيئة النزاهة تحقق وتحيد للقضاء. يعني امكانيات حتى هاتان المؤسستان اصبحت اقل من قدرة وقوة هذا الغول الفساد. يعني رئيس هيئة النزاهة وزير، او حتى بدرجة وزير، يعني مو وزير، درجة وزير غير مثبت، يعني اذا ثبت يطلع صلاحيته من رئاسة الوزراء والبرلمان، اذا ثبت لا يمكن اقالته الا بفساد. فاذا ثبت 4 سنوات، لذلك لا يثبت، دائما اقولها لا يثبت اي رئيس هيئه النزاهه، اي رئيس هيئه النزاهه حتى يبقى تحت المطرقه لا يستطيع ان يفتح ملفات، بعض الملفات السياسيه. انت احيانا نشوف بين فتره وفتره تصير حمله على هيئه النزاهه، عند ما تقترب من بعبع، عند ما تقترب من ديب، من خنزير، من حقيقه انا اسميهم مو حيتان، حيتان بها طهاره. شو تسميهم؟ لا هم خنازير. اها خنازير، اللي يبوك اموال الشعب العراقي خنازير، لانه كل سارق يكون قباله عائله فقيره او مشرد او واحد مريض او ما يقدر يشوف حاله. شو مستوى للاشباع؟ هاي الفلوس وين تروح؟ لا هم يعني انت تشوف شخص ما عنده شيء والان صار ملياردير، يعني عنده الاف العمارات، وبعدين ايش القوانين استاذ سيف ساعدت الاخرين ان يكونوا اغنياء مثلا؟ قانون يساعد طبعا. شلون؟ مش يعني تجي الارض سعرها المتر 20,000 دولار للمتر الواحد، يعطوها بلاش المقاول مستثمر مطور بلاش مجانا. يعني لحد هذه الحكومه كانت كل الاراضي تمنح مجانا للمقاولين، الان غير القانون، الان منعت هيئه الاستثمار من منح الاراضي مجانيا الا ان تعطي الدوله بحدود 20. وهذا هم يقول لك حاله ايجابيه حتى تصير عندي على الاقل جماعات سكنيه وما شابه، يصير عندي استثمار حركه عجلات البناء. متر 4,000 دولار، متر 2000، اكو شقه بالعالم متر 2,000 دولار، ماكو شيء، وانت ماخذ الارض مجانا ليش؟ الان قلت لك هاي الجوهره واكو كم مدينه وعلي الوردي، لا منحت من 25% إلى 20%، 15% وحدات كامله مجانا للدوله العراقيه، تتصرف بها، تبيعها، تعطيها للمعوزين محتاجين، توزعها بسعر مناسب للفئات الاجتماعيه، هذا جيد. لكن قبل من تجي بنص المنصور وتعطي لها قطعه ب 20,000 متر، 20,000 دولار للمتر الواحد، هذا شو يسمونه؟ او توزع الساحات، هذا شو يسمونه؟ او تعطي الوزير قطعه ارض 700 متر مجانا بسعر 10,000 دينار للمتر الواحد، او تعطي الوزير مرتين ثلاثه واربع مرات وتطيب الاستثناء، هذا مو فساد؟ هذا كله حالات فساد شرعنا القانون. شنو تطيب الوزير مرتين ثلاث؟ يعني اي وزير الان بالعراق ممكن يستلم 3 قطع 4 طبعا، وعندنا وزراء يعني اعرف ناس تلموا في احد الوزارات السابقه، يعني الحكومات السابقه استلم فيلا او فيلا بالخضراء اشتراها 1.25 مليار اعتقد، هي تسوى 5 مليون، هسه 15 مليون 20، والاخرى مجانا وقطعه ارض مجانا، قلت لك 10,000 المتر الواحد، احنا نتكلم 20,000 دولار المتر يعطى ب 10,000 دينار عراقي، يعني 6 دولارات، وين 6 دولارات؟ وين 20,000 دولار؟ هذا فساد قانوني شرعنه القانون، فضلا عن شرعنة اخرى لا هيئه النزاهه تستطيع مكافحته ولا غيرها، اعطاء العقارات مجانا، اما بالتاجير او بالتمليك بتوقيع المسؤول الاعلى، لا احد يقول له. أشرك بالحديث الدكتور مصدق عادل الخبير بالشأن القانوني. دكتور مصدق مرحبا بك، حياك الله. اليوم المسؤول المحتال او يعني الشخص الفاسد بالعراق اصبح يقضم تريليونات، لو صعد الرقم من وجهة نظرك بعد سنوات من مزاولة مهنة الفساد والسرقة. نعم، السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بالمسؤولين حقيقة يفترض نميز بين أكثر من نوع. طيب. يعني النوع اللي حضرتك ذكرته اللي يبدأ ثرواته في التزايد، هذا هو المتمرس في تقلد المناصب
كان مفتش عام، حول مدير عام، حول وكيل وزير، حول وزير، حول نائب. هذا هو من تتضخم ثرواته بشكل ملحوظ. أما النوع الثاني من المسؤولين فهم المسؤولين الجدد اللي حقيقة بعد يحتاج لهم تدريب وتمرس ودراية في أمور كيفية استغلال الثغرات القانونية مثل ما ذكر ضيفك الكريم لأجل الاستيلاء على المال العام. حقيقة مما يؤسف إليه أن الفساد هو أول ما شرعا بموجب الخلل في نصوص الدستور، الفساد السياسي بالتحديد. نعم، نصوص الدستور. يعني أنا أضرب لك مثل، من الروح بالمادة 27 تقول المال، الحماية المال العام مقدس وحمايته واجب على كل مواطن وينظم ذلك بقانون. وين المشكلة؟ نص عادي حلو. من أروح للمادة 93 اللي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالبت في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، وما صدر هذا القانون من 2006 لحد يومنا هذا ولن يصدر، لا في ظل هذه الحكومة ولا في ظل الحكومات السابقة. محاولة واحدة كانت بال 2013 بعد ما أكملت الدكتورة، حقيقة أرسلت مشروع قانون محاكمة رئيس أعضاء السلطة التنفيذية لأحد المسؤولين في وزارة الدولة شؤون مجلس النواب، أدخل في جدول أعمال مجلس وزراء ولم يؤشر عليه حتى بنقطة واحدة من 2013. فلهذا اليوم من نجي اليوم رئيس الجمهورية، ألا يوجد فساد سياسي في عدم تسمية نواب اثنين إلى مثل ما منصوص عليه الدستور وتخصيصات مالية إلهم؟ هذا احنا من نجي نخلي المسطرة ونقيس تخصيصات نواب رئيس الجمهورية اللي يفترض حصة المكونات الأخرى وين دا تروح؟ دا ترجع للموازنة العامة؟ أوكي، هذا عوف الملف. المسألة الثانية، أنا من النص الدستوري يقول لي المحكمة تتولى البت في الاتهامات، واليوم نشوف المحاكم العادية هي تنظر في جميع قضايا الفساد المالي والإداري. زين الفساد السياسي، يعني أنا هسه رئيس الجمهورية مع احترامنا للدولة فخامة رئيس الجمهورية ارتكب حنس باليمين الدستوري أو انتهاك الدستور أو خيانة عظمى، وين العقوبة اللي تفرض عليه؟ اليوم احنا الطبقة السياسية تحدث بضرب المثل. نعم نعم، اليوم الطبقة السياسية حتى رئيس وزراء وحتى الوزراء اللي ما تحددت الجرائم الفساد الكبرى التي توجه لهم، اليوم شلون أنا راح أحاسب وشلون المحكمة الاتحادية راح تبت في هذه الاتهامات؟ اليوم أما أنا أكمل المنظومة الدستورية وأترجمها إلى نصوص قانونية من خلال قوانين تشرع من مجلس النواب، أو أقول أنا ماذا أحارب الفساد اليوم فوق هذا الملف؟ يعني من الدستور يقول تحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بقانون، تحدد راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب والنواب بقانون، تحدد رواتب ومخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون، وما ألقى هذا القانون. صدره ومجلس النواب بال 2011 قانون 27 و 26 و 28 مخصصات ورواتب العاملين في الرئاسات الثلاثة من ضمنهم رئيس الجمهورية، حكمت المحكمة بعدم الدستورية كونه يرتب أعماء مالية، وبالتالي اليوم أي مواطن ما يعرف إيش قد راتب الوزير. النائب أنا متأكد منه من 27 مليون إلى 30 مليون شهريا، بالنسبة لرئيس الجمهورية ما نعرف، بالنسبة لرئيس وزراء ما نعرف، بالنسبة لمن هم بدرجة وزير اللي كان بدرجة خاصة وكيل وزير يتقاضى 5.25 إلى 6. فاليوم المنظومة الدستورية اللي خطوا الخطوط العامة وما ترجموها لأحكام تفصيلية هي من تساعد على الفساد. فلهذا اليوم نحن لا نعتب على المسؤول الفاسد أو المسؤول الغير فاسد، واللي لا زال البعض منهم يتحلى بالشفافية والنزاهة والاستقامة، لأن القانون مثل ما ذكر ضيفك الكريم هو من يشرعن الفساد. اليوم يعني هسه نجي نضرب مثل آخر من هاي المادة، محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية. زين ماذا عن رئيس مجلس النواب والنواب؟ ماذا عن رؤساء الهيئات المستقلة؟ ما يعتبرون باعتبار من الطبقة السياسية الطراز الأول، ما يعتبرون واجب إخضاعهم للمحاكمة أمام المحكمة الاتحادية؟ نعم. وكذلك فبالتالي اليوم المنظومة الدستورية تحتاج إلى إصلاح حقيقة،
وهذا الإصلاح حتى لو لم يتم تعديل الدستوري من خلال ترجمتها بقوانين. ازدواج الجنسية، ماذا أسمي الدستور عندما يحضر من يتمتع بالجنسية المزدوجة من تسنم منصب سيادي؟ وأنا من 2006 الحد هذه الحكومة لازلنا نشاهد بعض مزدوجي الجنسية ممن يشغلون المناصب السيادية الوزارية أو النيابية لهذا اليوم حقيقة. أما أن تكون لدينا إرادة حقيقية لاحترام الدستور وتطبيق سيادة طيب. القانون أو سيستمر هذا النزيف المستمر من الفساد. السيد الدعمي، شلون نقدر نعزز الشفافية والمساءلة السياسية حتى نمنع الفساد؟ لو هذا ضرب من خيال هذا ما يصير. لا هو صعب جدا، لكن بين الحين والآخر تستطيع، يعني ممكن نقول حبة الناس وإجراءات الجهاز هيئة النزاهة. حبة الناس هسه، حبة الناس وين صار الناس دي؟ شوف يعني شوف أستاذ، يعني هسه احنا عندنا جريمة الآن هي مثال حديثنا زي. اللي هي الأمانات الضريبية زي. وذكر ضيفك انه قضية الجنسية عندنا اثنين ماخذين 127 مليون انا اسميهم اولاد حجي حسون. اولاد حجي حسون عندهم جنسية كويتية وعندهم جنسية عراقية. النظام الكويتي ما يسمح لهم، ما يسمح قانونهم ان يسلمون مواطن كويتي الى بلد اخر. هيئة النزاهة تحركت والتقى رئيس هيئة النزاهة بالسفير الكويتي وصار بدء باجراءات اسقاط الجنسية الكويتية لان هي مو أصلية، الجنسية العراقية الأصلية حتى يتم عودتهم للعراق. كم واحد مثل أولاد حجي حسون مثلا في العراق يعني عندهم جناسي أخرى مزدوجة يبوقون بالعراقية ويعيشون بالكندية وبالأمريكية وبالبريطانية وبالإيرانية وباللبنانية والتركية وغيرها. وتعرف أنت صاحب رئيس الأموال اليوم يستقبل في تلك الدول، أصلا هي الدول هذه الدول الكبرى تعيش على أموال الفساد في الدول النامية في افريقيا. بس شلون نقدر نعزز الشفافيه؟ نعالجها في القوانين ويعني بوعي الشعب، غير هذا صعب جدا ما نستطيع نعالجها. يعني قلت لك احنا نتعامل اليوم هاي حلوه مال وعي الشعب، ايش قد بالمئه من الشعب واعي على اللي قاعد يصير؟ لا شوف يعني ناخذ بالحسبان السؤال بيتتمه دكتور الله يخليك، ناخذ بالحسبان انه الشعب او المجتمع مقسم، فئه معينه مع جهه، فئة أخرى لجهة، فئة ثالثة دائمة لجهة، فوين وشون يا شوف هذا الكلام اللي حضرتك تقوله في محاضرتي في جامعة أمام طلابي سألتهم قلت لهم هاي بالاسم هذه الجهة ايش تعتقدونها؟ قالوا فاسدة قسم منهم. سألت المجموعة الأخرى اللي ما هي جهة سياسية طبعا قالوا جيدة. قلت لهم أنتم يا المهم كل الجهات السياسية بدون ما استثناء تقسموا الطلبة فيما بين بالإشارة على أنهم جميعهم فاسدين. أنتم شوفوا هذا الخلاف، أنه أنتم تتفقون يعني هالمجموعات اللي صار خمسة قالوا هاي فاسدة، خمسة قالوا لا هاي مو غير فاسدة، طبعا بيهم قالوا غير فاسدة، بمعنى أنه الرأي العام أيضا منقسم مرة عاطفيا. وتصور شوف شوف واحد فاسد من هذا المذهب تم محاسبته، يا بل ليش ما تنحول للمذهب الثاني؟ طيب هو هذا فاسد، هو الفاسد ينتمي للمذهب صالح؟ مستحيل. وصلت المرحلة انه دخلوا الى الجمهور ولا مفاهيمه وغيروها الى درجة خلوا الجمهور يتعاطف مع الفاسد لانه من عنده واعتبره استهداف سياسي. وهذا الكلام حتى اكون منصف لا اقصد به السنة ولا الكرد ولا الشيعة ولا التركمان كقومية، فقط الجميع. هناك من يدافع على الفاسدين في الشيعة وهناك من يدافع على الفاسدين في السنة قوميا ومذهبيا وعاطفيا وعلى الكرد كذلك، في حين من تجد المكون الواحد للمذهب الواحد أيضا فيما بينهم من قسمون على أنفسهم في الدفاع عن بعضهم وفي اتهام بعضهم البعض بعضهم بعض. بمعنى أنه قضية محاربة الفساد والرجل السياسي يؤمن بأنه من حقه أن يستفاد من هذا الدولة ومن حقه أن يأخذ مشاريع، ما بيه شيء، يقول ما بيه شيء، أنا وزير وعندي شركة احتياط خلفي تعمل وتدعمني لاحقا للانتخابات مثلا، ولا هاي الأموال اللي تصرف في الانتخابات الهائلة منين يجيبوها؟ ما أعرف يعني، هو غير لا يمتلك المال وفجأة حينما يكون مسؤولا أو يتدرج بالمسؤولية ويملك الأموال. بما إذا وفق يعني في الإجابة على تساؤلك، بما أنه الجمهور مغيب الآن النخبوي أيضا، حتى النخبة الآن اللي يفترض جميعنا منها
ايضا تلوثت بعضها، تلوثت يعني اقول لك اياها بصراحه. يعني انت اليوم من جاي هذه مع النخبه نرجع نتحدث بها، كمل كلامك. من تشير اليوم، من تشير على جانب ايجابي تتهم، من تنتقد تتهم، من فكريا يعني تكون قريب من قرار معين تتهم. الجمهور يعني حقيقه وصل الى درجه هوسه، هاي الهوسه بالجانب السياسي انتقلت للجمهور، وبالتالي قسمتنا شعبيا مذهبيا قانونيا، وهذا اللي صار عندنا الان. فقضيه محاسبه الطبقه السياسيه الفاسده بقوتها صعب جدا، اللي يضعف يتحاسب. اليوم ايش قد عندنا نخبه وطنيه قليلة جداً. نخبه وطنيه حقيقيه غير داعمه لجهه، مؤمنه بـ 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 بالوطن، مؤمنه بالعالم، مؤمنه بالبلد. لان انت تشوف اليوم صاير حب الارض، حب الوطن بعد حب اسم. يعني احب شخص، ادعم شخص بما اعرف بحجه الوطنيه ودعم الوطنيه. فربط هذا بالجمهور النخبوي او الطبقه النخبويه. عندنا نخبه اليوم بالواقع العراقي، شقد عندنا نخبه صافيه وطنيه مؤمنه بالبلد؟ شوف احنا عندنا نخبه وطنيه او غير مستثمره، ومرات انا حتى النخبه اللي ينطبق عليهم تعريف النخبه علميا اكاديميا، اللي مثل ما قلت لك حضراتنا ثلاثتنا يفترض ضمن النخبه، لكن ليس بالضروره ان نكون نحن من النخبه، ليس بالضروره. وهذا الكلام فيه اعمام على الجميع، لا اقصد نحن الثلاث فقط ثلاثه، وانما على مجتمع اخر. اشوف انا جهل في الجامعات، جهل على مستوى الإعلاميين أو النخب الأخرى، الفئات الاجتماعية كمحامين، كنساء واعيات إلى آخر، يعني بمعنى رجال الدين، حتى رجال الدين بعضهم غير واعي. بالعكس أحيانا بعض رجال الدين يبثون السموم في التفرقة، يفرقون بين أبناء الشعب الواحد بحجج واهية، ويقضون الفتنة وهي نعم يفعلون ما يشاءون. وللأسف الشديد هم يبحثون عن أشياء معينة باتجاههم يحققوها بعض الأهداف، في حين نتكلم على الفساد مو يمهم، نتكلم على بناء البلد مو يمهم، لا بس يفكرون بأشياء أخرى، لا هذا لازم يتطبق لأنه شرع الله، هذا لازم ما يتطبق لأنه كذا. فإذا إحنا العراق حقيقة أقول لك إياها، النخبة عندنا مخرومة وبها مشاكل عديدة وخضعت أيضا للولاءات. أذكرك لرجال الدين شنو تقصد؟ يعني أهم شيء تعديل قانون احوال الشخصيه لغرض الزواج خارج المحاكم، لو شو قانون تعديل اخو بعض الجوانب يجب ان تعدل. انا مش معنوية التعديل إيه؟ بس مو بهذا الشكل، مو كليا. انا مع التعديل بثلاث، انه تبقى المحكمه هي الاقوى، الدوله يعني، هذه يعني اوافقك به الراي، وان تحترم المراه كامراه كانسانه كما وصفها الرسول. يعني فاطمه الزهراء ابنه الرسول، كان ماذا يسميها؟ هل نستطيع صناعة نموذج وقانون ينطبق على هذه المرأة؟ هذه لازم أيضا نحترمها وحقوقها، هذا مهمة جدا، وأن لا تكون سلعة وجارية. فإذا طبق هذا القانون، هذا من نهج رسول الله، نهج الله سبحانه وتعالى، ليش تعديل المطروح؟ التعديل المطروح راح يحول المرأة العراقية إلى جارية؟ يعني بعض القوانين راح تسلب حقوقها فيما جانب المدني وتحولها إلى جارية. هسا أنا ما أقول هالكلمة هاي، لا اللي شوف يعني احنا وانت تقول المفروض مو تحولها. هسا اكو دعوات طيبة من مجلس النواب بعد الاعتراضات، بعضها طيبة وبعضها غير طيبة. يعني انت في قضية الحضانة الرجل مظلوم كثير، واحيانا المرأة تظلم، هذا يجب ان يعدل. الرجل يجب ان يرى ابنائه، حق المرأة يجب أن لا يسلب، المرأة يجب أن لا تضرب. المرأة الآن عندنا في بعض البيوتات جارية تضرب وتهان، والإسلام لا يقول اضرب المرأة. فهل يستطيع قانون الجديد أن يحافظ على كرامة المرأة؟ أنا مع التعديل، لكن بالشروط اللي ذكرتها وجميعنا نتفق عليها. شرع الله هو الأول والأخير، لكن أنا متأكد شرع الله لم يطي إباحة لزواج من دون تسعة، حتى هم وعدهم يقول زوجوني في الثمان، زوجوها في الثمان أو كذا، أو أن عائشة كانت 6 سنوات تزوجت الرسول، والروايات المعتبرة تقول، حتى روايات الشيعية من ضمنها والسنية المعتبرة تقول 18 عاما تزوجها الرسول. بمعنى لابد من بلوغ الرشد في هذا الجانب. هذا أيضا فساد النخبة، يعني خلانا نشعر أنه بعض المسميات تهدف إلى المال والجنس،
طبعا بعض المسميات. شنو المسميات؟ يعني المسميات بعض الدعوات خلت الشعب العراقي يشعر انه شوف ما قدروا يخرجون، ما قدروا يقنعون الناس بآلية التغيير. بس انا دكتور انا ما قنعوني هم بالتغيير. انا مقتنع بسوء هذا النظام السابق، الاحوال الشخصيه بمجالات دكتور يعني. الدعمي البعض شنو تقصد هنا؟ قلت بعض المسميات بعض الدعوات، هذه المسميات والدعوات سياسيه لو شنو؟ لا مو بس سياسيه. شوف خلوا الناس الطبقه العامل الراي العام العام الان يشعر انه اللي يدعون لهذا القانون وهم طبعا بدعوى الدين والشرع انهم هدفهم الجنس والمال، هذا الشعور العام. وما قدروا هم المفروض قبل هذا التوجه لهذا القانون يفترض ان يقعدون يقنعون الناس. بس انا مقتنع، ما هم قنعوني، انا مقتنع اكو مواد بالاحوال الشخصيه سيئه في مجال الحضانه تحتاج تعديل. اوكي احتاج تعديل بالتفليل. لكن ما قدروا. شوف وين صار التركيز؟ صار التركيز على الزواج القاصرات. هسه مره الجهه الاخرى اللي معاديه للقانون او اللي ضد القانون استطاعت ترسيخ، وكان اعلامها اقوى من الذين يريدون تغيير القانون. كان يتم يجب الان كان كباحث براي العام، كان مو هذا الطريقه اللي خلوا الناس يعني ينتقصون حتى من رجال الدين. دكتور اكو نقطه كلش مهمه ربطا بهذا القانون ولو هو مو موضوعنا، بس اتحدث مع جنابك سياسيا. يعني هذا التعديل راح يمس ما يقارب 46 مليون عراقي تقريبا. 43 صار 46 من 45 احنا ما عندنا احصائيه نهائيه دكتور، نتمنى. فما يعني الارقام مقاربه من 43 ل 46، يقول لك 44 45 والاخر. خلينا ناخذ يعني نقول 44 مليون عراقي راح يمس هذا التعديل. 44 مليون عراقي ايش قد تطلع من هذا الرقم متضرر؟ سؤالي وين هذا المليون متضرر من هذا التعديل؟ شنو انعكاسه انتخابيا في الانتخابات القادمه؟ راح يشارك بالانتخابات، راح يكون سلبي، راح يكون ناقم، راح يكون محمل بداخله؟ شنو مشكلتنا النخبه ما نروح الانتخابات؟ هاي مو احدى المشاكل الكبرى. تعززت بهذا الرؤيه انه هذول طبعا هاي الفئات الاجتماعيه ما راح تشارك في الانتخابات ابدا، وهي اصلا ربما بعيده عن ضمن الهامشيون يعني. خصوصا تتحدث راح يتضرر من هذا التعديل. بس هم راح يتضررون الجهات المدافعه بشكل كبير لتطبيق هذا القانون. تاكد الفريق المعاكس واللي رافض لهذا القانون استطاع ان يقنع نساء بشكل غير طبيعي حتى ربات البيوت بانه هذا القانون باهداف، وهذه الجهات اللي تشرعنا عندها اهداف من هذا القانون، وبالتالي خسر. تحدث عن التعديل بالضبط. يعني ربات البيوت حتى البسيطات شوف انت اسالهم، يعني هسه المصر على هذا التعديل خسروا جمهور، حتى خسر جمهور كبير، وخسروا اصابع انتخابيه مقدمه، خسروا اصابع انتخابيه. بس انت ليش مرجع السياسه الثاني رفضت هذا القانون عندما كان السيد حسن الياسر يدعو الى تطبيقه، في حين اكو جوانب مهمه في هذا القانون بسبب عدم طرحه بشكل صحيح تأذت. يعني انا مثلا اشوف اب 10 سنين يقول لي مش شايف ابني زين، شوف هاي الماده اللي كان يجب ان تغير تضررت الان، لان ربما لا يتغير القانون بسبب هذه الاعتراضات. احنا خرجنا عن موضوع الحلقه، لكن الشيء ذكر، ويعني على ذكرك للحضانه ويعني القانون رقم 57 من هذا القانون، اقصد يعني لو تصير 50-50 نصف للرجل ونصف للمراه ويحل حل الموضوع بالسلام. خلي اتوجه للسيد مصدق عادل، شلون نقدر نعزز الشفافيه بالعمليات الماليه حتى نحد من الفساد اللي حاصل بالعراق يا دكتور؟ حقيقه اول مساله فيما يتعلق بالشفافيه، احنا اليوم في مفرق طرق العراق، لا احنا ماشيين بالحكم الرشيد اللي يفترض هو دولي ويسير وفق المعايير الدوليه، ولا احنا ماشيين وفق الخصوصيه العراقيه. يعني هسه من نشوف مثل رقابة مركزية فاعلة من البنك الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي، أوكي زين، إذا هي رقابة مركزية ليش يومية مصارف دا تتعاقب؟ ليش يومية مخالفات؟ ليش يومية انتهاكات؟ هذه مسألة. فبالتالي اليوم إحنا إذا أردنا أن نسير بشفافية عامة يفترض نتناول كل التشريعات المتعلقة بشؤون الدولة. يعني أنا أضرب لك مثل، اليوم 99% من العقود اللي دققها ديوان الرقابة المالية واللي يفترض بها مراعاة للقانون والتعليمات النافذة
يصار لها استثناءها بقرار من مجلس الوزراء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. هذا الأمر الاستثناء لما أنت ما تروح بداية العقد يكون بصورة أصولية، مو كل دعوات مباشرة أو تعاقد مباشر، هذه صورة من صور الفساد. لما يجي ديوان الرقابة المالية ويدقق في التقارير المتعلقة بأي مشروع من المشاريع وآلاف المشاريع راح ينصدم. أول ما يقول يا هذا استثناء والضوابط تقول كذا من وزارة التخطيط والتعليمات العقود والدائرة المعنية سارت باتجاه كذا. فاليوم أول خطوة لتحقيق الشفافية هو يجب على مجلس النواب وعلى الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء أن يسارعوا بتشريع قانون العقود الحكومية العامة من أجل أن نمنع الاستثناءات في إجراءات التعاقد. اليوم من نخر المال العام هو الاستثناءات الكثيرة التي تعطى دون قيد أو شرط، فبالتالي يبدأ المشروع أعوج، فبالتالي يستسهل المخالفات اللي راح تصير، عدم التزام بالنسب المحددة، وجود تلكؤ ما يتخذون الإجراءات ضده. فلهذا إذا كان أكو قانون للعقود العامة مطبق في كل الوزارات ثق 50% من حالات الفساد والشفافية العامة ستتحقق في جميع المسائل. مسألة أخرى أيضا، يعني اليوم إحنا من عندنا قانون الإدارة المالية رقم 6/2019، زين أنا قانون الإدارة المالية يقول يجب على الحكومة والدولة العراقية بكل مؤسساتها أن تقدم حسابات ختامية. أنا من أشوف مجلس النواب يجي يأخذ جداول الموازنة يصوت عليها دون قيد أو شرط مثل ما صار بجداول موازنة 2024، وفوق هذا الحلوة وقعوا بالفخ، عدلوا على الجداول وزيدوا وضافوا 10 فقرات من قبل بعض التجار ومستغلي المال العام داخل أروقة مجلس النواب، وذهبت الموازنة لمجلس وزراء وعادوها قالوا يابه صاير تلاعب 3 نسخ، افتونا يرحمكم الله، ياهل نطبق هذه النسخة لو هذه النسخة لو هذه النسخة. فبالتالي اليوم سيد مصدق عادل، شنو بعض التجار داخل أروقة مجلس هنالك النواب؟ هنالك ملاك، نعم لو تسمح، احنا داخل مجلس النواب عندنا نائب ما عندنا، نعم. تاجر، ليش وصفته بالتاجر؟ ليش انه ليش وصفته بالتاجر؟ سؤالي واضح، سألت وصفته لأنه قبل لا أجى لمجلس النواب هو كان تاجر ودخل لمجلس النواب البعض منهم واستمر في ممارسة العمل التجاري باسم ثاني وشواهد كثيرة. فلهذا اليوم من هيئة النزاهة تروح لدائرة الكسب الغير مشروع تحقق أو تدقق في استمارة الكشف الذمة المالية ما راح تشوف أكو فساد. لهذا اليوم مثل ما ذكر ضيفك الكريم، اليوم من يدقق في جريمة الكسب الغير مشروع، هذه الجريمة احتياطية تقلب عبء الإثبات على الشخص، يفترض الرقابة الشعبية هي من تدقق هل أن النائب كان تاجر أو لديه مال وقام بتضخيم الثروات داخل مجلس النواب، وينطبق الأمر طبعا على الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامون ووكلاء الوزارات والمستشارون. اليوم نحتاج حقيقة من هيئة النزاهة ورئيس هيئة النزاهة المحترم أن يفعل كل ما يتعلق بالكسب الغير مشروع، طيب، وأن لا يكتفي بهذه الخطوات التي تجرى اليوم لأنها لم تؤتي أكلها. لم نشاهد عشرات المسؤولين داخل السجون لكي نقول أننا حققنا شفافية وتفاعل في تطبيق قانون النزاهة والكسب الغير مشروع. عندما أرى كثير من المسؤولين داخل قابعين في السجون بسبب الكسب الغير مشروع، حين ذاك سأرفع القبعة على هيئة النزاهة. دكتور مصدق عادل خبير بشأن القانون، أنا أشكرك شكرا جزيلا لك. دكتور غالب دعم باحث أكاديمي، شكرا لك أيضا. دكتور شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء.